بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. نبتدي او نكمل تأملاتنا في سفر الرؤيا. احنا في اول السفر رؤيا واحد، خدنا منه ايتين بس، ثلاث ايات. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. ده اللي خدناه المرة اللي فاتت بعد المقدم. يوحنا تاني بقى، يوحنا بيقول أنا اللي بكتب بقى. إلى السبع كنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرش. الرسالة دي أو الرؤية توجهت أساسا لبعض الكنائس اللي كان مسؤول عنها يوحنا الرائي أو مشغول عليها، ودي كانت مناطق أو كنائس في مناطق في آسيا الصغرى، تركيا حاليا، وهي تبعد قليلا عن بطمس، يعني بطمس في البحر بس منفى جزيرة، وهو منفي ما يقدرش يسيبها. بينما المناطق دي موجودة في تركيا، وكل كنيسة منسوبة للمنطقة، يعني الكنائس زي ما تقول كنيسة مصر الجديدة يعني، لأنه ما كانش ساعتها في كنائس كتيرة عشان تاخد أسماء قديسين، وكانت الكنائس ممكن تنسب إلى المناطق. نعمة لكم وسلام، دي التحية اللي كانوا يقولوها الآباء لبعض والقديسين لبعض، نعمة وسلام من الكائن. الكائن أحد ألقاب الله له كل المجد. لما ربنا يسوع كان بيتكلم مع اليهود قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وزمان لما موسى سأل ربنا قال له اسمك إيه؟ قال له يهوه، اللي بتترجم كلمة الكائن. فكلمة الكائن دي لفظة من ألفاظ الله، لقب من ألقاب الله، مقصود بيها الذي فيه كل الكيان، يعني كل الوجود هو أصله. به كان كل شيء لأنه هو وحده الكائن. يعني احنا وجودنا مش أصيل قوي لأننا ممكن نبقى مش موجودين، لكن هو وحده الكائن والذي كان والذي يأتي. مقصود بها هو الكائن الآن مالئ كل مكان، والذي كان يعني لا بداية له، ملوش بداية يعني في الزمن زي أي إنسان، والذي يأتي برضو إشارة إلى أنه يدوم إلى الأبد. فالكائن والذي كان والذي يكون إشارة إلى المسيح الأزلي ملوش بداية، والأبد اللي ملوش نهاية، وكمان إشارة إلى تجسده ومجيئه الثاني. بمعنى إيه؟ الكائن يعني المسيح موجود دلوقتي، مع أنه ما كانش على الأرض ساعتها، ما كانش باين قدام الناس. والذي كان بمعنى الذي أتى، هتيجي قدام بمعنى الذي أتى، يعني هو نفسه اللي بيتكلم ده هو اللي كان عايش معاكوا يا يوحنا من كام سنة. والذي يأتي يعني هو جه وهيجي، فكأنه بيقول له أنا المسيح اللي بكلمك من السماء، أنا اللي كنت معاكم على الأرض، وأنا اللي هجيلكوا تاني، وأنا الأزلي اللي ملياش أول، وأنا الأبدي اللي ملياش آخر. والرسالة دي مني للكنائس على إيدك، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرش.
يبقى الكائن ده له عرش، يبقى ملك مش بس كائن، وعرشه ده في السماء لان ما شفنالوش عرش على الارض. وعشان كده المسيح وهو بيحاكم قالوا له انت ملك، قال ايوه انا ملك، لكن مملكتي ليست من هذا العالم ولا عرشي يتشاف على الارض. لكن هو ملك وله عرش، وهيجي لقبه جوه في السفر بعد كده ملك الملوك ورب الارباب، وهتيجي سيرة العرش كتير قوي ان المسيح له عرش قاعد عليه. عشان كده تلاحظوا ان احنا في الفن القبطي عادة في حضن الاب جوه في الهيكل الشرقية بتاعت الكنيسة دي المفروض يترسم المسيح قاعد على العرش، بحيث الكاهن وهو بيصلي والشعب كله وراه يبقى وشه على المسيح اللي على العرش، ولما يتفتح الهيكل يبقى الناس كلها سيف المسيح في مجده او على عرش، فمشتاقة انها تشوف الحقيقة دي في السماء. دي الصورة الاصلية في الطقس القبطي، المسيح قاعد على العرش في شرقية الهيكل. نفس المنظر ده شافه اشعياء قبلها بحوالي 1500 سنة، 1000 سنة قوله، شاف برضو رأيت السيد جالسا على كرسي عال وأذياله تملأ الهيكل، شافه زي العرش قاعد على عرش حوالي الملائكة، ونفس المنظر اللي هيتوصف كمان شوي. نفس المنظر شافه حزقيال. فإذا حكاية المسيح على عرشه دي رؤية اتكررت عبر الأجيال تشير إلى ملك المسيح، إن المسيح ملك. كونه جه على الأرض وكان ماشي فقير، وكان ميلاده ميلاد شخص عادي، وكانت حياته ما فيهاش أي سمات من سمات ملك الدنيا، ده ما يلغيش إنه ملك. هو اتولد كملك ومات ملك وقام ملك وصعد ملك، لكن مملكته ليست من هذا العالم. لما اتولد ملك قام الملوك يقولوا أين هو المولود ملك اليهود، لأن هم عرفوا بإشارة روحية أن الطفل ده ملك. وحتى لما راحوا له في أفقر حتة في بيت لحم سجدوا قدامه، بالرغم أن الموضوع ما يوحيش أبدا أن ده ملك، لكن سجدوا أمامه وفتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا كطفل ملك حقيقي، بالرغم أنه ما فيش أي مظاهر للملك من الناحية المعتادة الجسدية. لما المسيح اتحاكم اتحاكم كملك، لأن السؤال الأساسي كان هل أنت ملك؟ فقال له أيوة أنا ملك. قال له يبقى تموت، لأنه أنت كده ملك تتحدى قيصر، يعني نصبت نفسك ملك في مقابل ملك الدنيا. قال له أنا مش من الدنيا، أنا ملك مش من الدنيا، لكن من ناحية ملك ملك. فحط على صليبه اليافطة هذا هو ملك اليهود، فبرضه مات كملك. وعشان كده ساعات نعتبر عرش المسيح على الأرض كان صليبه، لأنه ملك زي ما قال المزمور على خشبة، يعني ما ملكش على كرسي عرش كده زي الملوك الأرضيين. هو حين ملك ملك على الصليب، لكن عرشه في السماء. قام بمجد كملك وصعد بمجد كملك، فالمسيح له المجد ملك وله عرش. واحنا بنخاطبه في المزمور نقول له عرشك يا الله او كرسيك يا الله الى ظهر الدهور قضيب استقامة، هو قضيب ملكك، لانك احببت البر وابغضت الاثم. واحد يقول طب ما انا يمكن بخاطب الله الاب، لا كمل المزمور يبان انت بتخاطب الابن الكلمة. ليه؟ لانه بعد كده يقول له من اجل هذا مسحك الله الهك. طب ده انت لسه بتقول له يا الله، ترجع تقول له الله الهك؟ ايوه دي ما تجيش غير على المسيح والاب. كرسيك يا الله كلام للمسيح الى ظهر الدهور. وبقيه المزمور يقول ايه؟ من اجل هذا مسحك الله اللي هو الاب بقى الهك، من ناحيه ايه؟ لما خدت شكل البشر وبقيت واحد من البشر بقيت خاطب الله الاب كاله. مش المسيح مره قال المجدليه روحي قولي لاخواتي
إخوتي أنه أنا صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. يا رب طب أبوك دي حقك وطبيعية لأنك الابن الوحيد لله الآب، وأبوكم دي بالتبني لأننا كلنا منسوبين على حسك أولاد لله، وإلهكم طبعا ما الناس إله غير الله الآب، لكن إلهي أيوة ما أنا بقيت واحد منكم، بقيت واحد منكم هقول زيكم لله الآب إلهي. فالمزمور ده من ألغاز اليهود، هم لغاية دلوقتي محتارين في تفسيره، ازاي ابدأ وخاطب الله اقول له كرسيك يا الله الى ظهر الدهر، وبعد شوية اقول له من اجل هذا مسحك الله الهك. الله في الهين في الموضوع ولا ايه؟ لا، هو الله الاب الذي اعلن عن المسيح الابن الكلمة كاله، وهو ده اللي عرشه يدوم للابد. احنا كل ده في حتة العرش، قدام العرش يقول في سبعة ارواح. طبعا الكلام ده لا يؤخذ في حرف، احنا خلاص اتعلمنا من الاول ان احنا هندخل على الرؤية اي رقم مش هناخده في حرف، لان الارقام كلها رمزية سيمبوليك، ما هياش حرفية، لان احنا بنتفرج على رؤية مش على الارض. الروح هو روح الله، والروح القدس يعمل في الناس عملا كاملا، عشان كده يرمز اليه انه سبعة. اديكم مثلا الروح القدس واحنا بنتكلم دلوقتي جوه الكنيسة، ممكن يحرك قلب واحد بمشاعر توبة يبكته على خطيئته يقول له كفاية ارجع لربنا بقى، وممكن واحد قاعد جنبه يكون مكسور وحزين، الروح القدس يعزيه يطيب خاطره يشجعه ده عمل تاني. وممكن الروح القدس في نفس اللحظة واحد ثالث يكون مش فاهم حاجة في الإنجيل يبتدي يستنير ويفهم، ده عمل من أعمال الروح القدس. واحد رابع يكون في الكنيسة الروح القدس يرشده إلى حق كان غايب عنه، أو إلى سؤال ما كانش عارف إجابته. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ كأنه بسبعة أرواح مقصود بيها أنه يعمل في البشر عملا مختلفا متغيرا، كأنه أكثر من روح لكن هو روح واحد، ودي هتبان مع سياق الحديث بعد كده، لأن احنا بنقول باسم الآب والاب والروح القدس الله الواحد إله واحد، ما هواش الروح القدس سبع آلهة ولا سبع أرواح، لكن الإشارة إلى سبع أرواح إشارة مقصود بيها أن الروح القدس يعمل عملا مختلفا من واحد للتاني. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملك الأرض. واحد يقول الله، طب ما يبقى الكائن الأولاني عايد على الله الآب ويبقى يسوع المسيح غير الأولاني. لما نمشي مع الكلام هنلاقي أنه الكائن تقال على الله الآب وهي نفسها تقال على الله الابن، هتفهموها بعد شوي، لأنه الله الآب والابن والروح القدس كل الصفات واحدة في الثلاث. يعني لما تقول الله القوي ينفع تتقال على المسيح؟ طبعا ينفع تتقال على الله الآب، طبعا ينفع تتقال على الروح القدس، طبعا الله القوي. إذن ممكن تتقال نفس اللفظة كصفة من صفات الله وتنطبق على الثالوث الأقدس، فهدان. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين، غريبة أوي أن يسوع نفسه يبقى شاهد. لما نرجع لإنجيل يوحنا نفهم الكلمة دي، إنجيل يوحنا مشغول أوي بكلمة الشهادة، اللي درس معانا إنجيل يوحنا، والشهادة أصلها وأساسها يسوع المسيح هو ابن الله الحي، ودي الشهادة اللي قالها بطرس فقال له طوباك يا سمعان ابن يونا. الشهادة دي قالها يوحنا المعمدان ما قبلوهاش، شهدت المعجزات للمسيح انه اله ما قبلوش، شهد النبوات والمسيح جاب لهم نبوات تؤكد ان هو المسيح الاله الحقيقي ما قبلوش، فشهد المسيح لنفسه.
ما قبلوش وقالوا له انت الشاهد لنفسك. قال لهم انا مش بشهد غلط، الاب بيشهد لي والنبوات بتشهد لي ويوحنا المعمدان بيشهد لي والمعجزات بتشهد لي، وانتوا اللي مش عايزين تسمعوا. فكون يتقال عن المسيح الشاهد مقصود بيها الشاهد عن الحقيقة، لأن حقيقة الله لا يعلمها أحد غير الله. مين اللي يعرف سر الله إلا الله نفسه؟ فحين يأتينا الله ويبقى واحد زينا ومعانا، يبقى هو الشاهد الوحيد الصادق عن حقيقة الله، فينفع يتقال عليه الشاهد. هو الله نفسه وهو الشاهد عن نفسه، وهو الشاهد عن سره، الشاهد الأمين. عشان كده في حتة تقول إن كنتم تقبلون شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي الشهادة التي بها شهد الله عن ابنه. واللي عنده الشهادة دي وبيقبلها له الحياة الأبدية، واللي هيرفض الشهادة دي هيضيع الأبدية من إيده. إيه الشهادة؟ هذا هو ابن الله. ده الآب شهد من السماء يوم الغطاس وقال هذا هو ابني الحبيب له اسمعه، وبرضه في ناس مش عايزه تسمع. يوم التجلي هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، وبرضه في ناس مش عايزه تسمع. اذا الشهاده للمسيح كاله جت بطرق كتيره جدا، لكن محدش عاوز يقبل. عشان كده في اخر رساله يوحنا يقول الذين يشهدون في السماء ثلاث، الاب والابن والروح القدس، والثلاثه واحد. الاب بيشهد ان المسيح اله حقيقي، والمسيح بيعلن عن نفسه ويشهد انه اله من اله ابن الله، والروح القدس بيشهد في قلب كل واحد، لانه لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. طب مين بيقبل شهاده الله؟ الاب والابن والروح القدس. مش ناس كتير، مش ناس كتير اللي بتقبل. فهنا بيقول من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات. يعني إيه إن المسيح البكر من الأموات؟ لو قال البكر في الأموات يبقى أول واحد مات، ودي مش حقيقية، أول واحد مات آدم. لكن أول واحد قام من الأموات بقوته ولا يموت مرة أخرى هو المسيح الإله الحقيقي، فصار بكراً. يعني ينفع نقول آدم البكر في الأموات، يعني آدم اتخلق ومات وكانت ايه كلنا هنمشي وراه، نفس الطابور كده مرصوص، كل البني آدمين هيعملوا زي آدم، فآدم مات هنموت. جه المسيح آدم الجديد قام من الأموات ومش هيموت تاني، بقى في طابور جديد، نسيب الطابور الأولاني ونقف في الطابور التاني، نبقى تبع المسيح، صار بكرا من الأموات. عشان كده بنسميه باكورة الراقدين، ما بنقولش باكورة الميتين، مع أن مقصودين بمقصود بالراقدين اللي بيناموا اللي بيموتوا يعني، لكن هنا باكورة الراقدين بمعنى إيه؟ تحول موته إلى رقاد، لأن اللي بينام هيقوم، لكن اللي بيموت ما كانش بيقوم، فصار باكورة الراقدين أو بكرا من الأموات. فعشان كده المسيحية ببساطة بتحط لنا أصل جديد، آدم جديد، وتقول خليكوا تبعه، خليكوا زيه، لأن آدم الأولاني ورثنا الموت، آدم الجديد بيقدم لنا القيامة، الحياة الأبدية. يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. يبقى ملك وله عرش وعرشه في السماء، وكل ملوك الأرض هو رئيس. طب يا رب بقى لينا معاك يعني اختلاف شوية، ازاي تبقى رئيس ملوك الارض والارض مش ماشية على مزاجك؟ ازاي ملوك الارض دول اغلبهم اشرار وبيحكموا بالقوة والسلطة والسياسة والغش والمصالح؟ فين ملكك يا رب ان كنت انت رئيس ملوك الارض؟ طب ليه الارض مش ماشيه زي السماء؟ احنا بنقول ياتي ملكوتك كما في السماء، لانك رئيس في السماء كذلك على الارض. هتبان جوه في الرؤية ان ربنا هو رئيس ملوك الارض، لكن سايب الملوك يتحركوا براحتهم شوي، لكن لغايه ميعاد معين هيجيبهم يظبطهم ويظبط كل الدنيا زي ما هو عاوز،
وتيجي ساعة يتقال فيها قد صارت الممالك كلها لله. لسه هو سيبهم براحتهم ومسمي العالم اللي هو المفروض ملكه ملك لله، مسمي رئيسه الشيطان. قال بصراحة اللي بيحركهم دلوقتي الشيطان. طب يا رب انت الرئيس الحقيقي، مظبوط المسيح هو رئيس العالم الحقيقي، بس هو سايب الشيطان يحرك الدنيا. نديله تصريح يحرك الملوك دول، لكن الى معاد معين، وكله باذن من ربنا وبخطة من ربنا وبتدبير من ربنا، فبرضه رئيس ملوك الارض. لان احنا ساعات نقول اذا كان رئيس الملوك او ملك الملوك ليه الملوك مش ماشي على مزاجه؟ لا، لان الشيطان داخل وشغال وربنا مديله فرصة، لكن هو عارف بيعمل ايه. في ساعة يملك المسيح له المجد وكل حاجة ترجع له تاني. فإن كان هو ملك لكن لسه ما ثبتش المملكة زي ما هو عاوز. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. الكلام هنا على ربنا يسوع المسيح. كل الباراجراف ده على ربنا يسوع المسيح. قال نعمة لكم وسلام من الكائن، المسيح الكائن، ومن الروح القدس أو من السبعة أرواح اللي قدام عرش الكائن، عرش المسيح، ومن يسوع المسيح نفسه الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض الذي أحبنا. ملخص علاقتنا بربنا هي الكلمة دي. إيه اللي بيننا وبين ربنا؟ أنه أحبنا. حتى يمكن أتجسر أقول أهم من خلقنا وعرفنا هو من الأول للآخر هي قصة حب. الذي أحبنا، أحبنا فخلقنا، أحبنا فاحتملنا، أحبنا فجلنا، أحبنا فدانا، أحبنا صعد للسماء، أحبنا بيحضر لنا مكان، أحبنا أعطانا روحه، هي كلها أحبنا. وقد غسلنا من خطايانا بدمه. كأن يوحنا لما بيقدم لنا المسيح بيحكي لنا القصة من الأول للآخر، بيقول لنا المسيح ده هو الرئيس، هو الكائن الذي كان الذي يأتي، هو الإله الحقيقي، هو اللي يملك كل شيء، وهو قصتنا معاه أنه حبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. يبقى واضح ان الكلام كان كله عن المسيح، وهنا جت ذكر ايه؟ الله الاب. جعلنا ملوكا وكهنا لله ابيه، له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. ايه حكايه جعلنا ملوك وكهنا دي؟ انتوا عارفين الايه دي بياخدوها غير الارثوذكس بعضهم ويحاولوا يلغوا بيها وجود الكهنوت العادي. طبعا الكلام ما يتخدش كده. ليه؟ اولا احنا بنقرأ ومتفقين ان احنا بنقرأ رؤية رمزية تميل الى الرمز في كل شيء. ولو هيلغوا الكهنة ما لغوش ليه الملوك؟ طب ما في ملوك في الدنيا. اذا قالوا ما فيش كهنة لاننا كلنا كهنة، طب يبقى ما فيش ملوك وكلنا ملوك، وهل ده صحيح؟ لا، في ملوك ومش كلنا في الظاهر ملوك ولا حاجة. يبقى لازم يقصد معنى معين. ايه المعنى اللي تقصده يا رب؟ في العهد القديم كان ربنا مختار شعب، شعب اليهود، وبعدين اداهم ملوك معينين زي شاول وداود وسليمان، وكل ملك من دول كان لازم يمسح بالروح القدس، واداهم قبلها كهنوت عن طريق هارون، وبرضو الكهنوت كان أساسه مسحة الروح القدس. فأصبح في فئتين في الشعب مميزتين جدا، وعددهم بالنسبة للشعب واحد على ألفات. الكاهن والملك يأخذ المسحة الروح القدس ولا يأخذها الشخص العادي في الشعب. فالكاهن اليهودي مميز عن الشعب لأنه واخد مسحة فيعتبر مسيح الرب، والملك أيضا مميز في الشعب لأنه واخد مسحة عشان كده يتسمى مسيح الرب. حتى داود سمى شاول اللي قبله قال مسيح الرب هو، بالرغم أن شاول كان منحرف وقتها، بس لأنه واخد المسحة. في العهد الجديد مين اللي بياخد المسحة؟
مين اللي بياخد عطية الروح القدس؟ كل شعب المسيح، كل المؤمنين باسمه بيعتمدوا على اسمه وبياخدوا المسحة. فبقينا في لغة القدماء جعلنا جميعا ملوكا وكهنة، يعني رفعنا في العهد الجديد الى مستوى كهنة وملوك العهد القديم، اللي سر قوتهم، سر ملكهم، سر كهنتهم المسحة اللي خدناها احنا في العهد الجديد. ادي عز العهد الجديد، ادي فرق الجديد عن القديم. فيوحنا بيقول لنا جعلنا كلنا ملوكا. طب وانتم ملوك بالمعنى الحرفي؟ اذا ما كنتوش ملوك بالمعنى الحرفي ما تبقوش كهنة بالمعنى الحرفي، ماشي؟ لكننا ملوك بالمعنى الروحي. ليه؟ لانه ملكوت الله دخل فينا. هو قال ملكوت الله فيكم، فاصبحنا ملوك، ملوك ولنا ملكوت، بقينا تبع ملكوت المسيح، وبقى هو ملك ملوك. لما يتقال عليه ملك الملوك ده لاننا كلنا ملوك في نظره، وهو الملك بتاعنا. طب وهو ملك من هذا العالم؟ لا، ولا احنا كمان ملوك من هذا العالم، ماشيين في فقر وفي مرض وفي غلب وفي ذل، بس ملوك، ملوك بالمعنى الروحي، بالمعنى الرمزي، ملوك ومستنيين اعلان هذا الملك على باب السماء. لما كل واحد يلبس الشياكة بتاعت السماء اللي هتيجي بعد كده ويتهنى في الملك في الأبدية كملك، ويجلس على عرش جنب المسيح كملك، ويعامل في الأبدية معاملة الملوك، يقول له يا رب صحيح أنا كنت ملك في الدنيا ومش زريان، لأني كنت تابع لملكك، كان ملكوتك فيا، حطيت قوتك وروحك فيا فصرت ملكا. يبقى احنا بدأنا الملكوت على الأرض وصرنا في نظر السماء ملوكا ننتظر أن نرث معه. عشان كده في كلمة جميلة قالها بولس الرسول، قال إيه؟ إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. يبقى إحنا ملوك بس مش باين علينا، زي ما ربنا يسوع كان ملك كل الملوك وما كانش باين عليه على الأرض، لكن في السماء بان عظمته كملك. فجعلنا لإلهنا ملوكا. أيوة صحيح، ربنا إدانا سكة الملكوت وخلاص ناوي يعني كل واحد فينا كملك. ده السر ان احنا بنسمي المكافأة في الاخر بنسميها اكليل. هو مين اللي بيلبس الاكليل او التاج؟ هو الملك. فليه بنقول ان احنا لما نقضي ايامنا على خير ونكمل السعي نكلل، نكلل يعني يعلن عننا كملوك، نقبل كملوك. فاحنا من هنا مرشحين للملكوت او مرشحين نبقى ملوك، بس ربنا يكمل جهادنا ونبقى ملوك بجد في السماء. كمان كلمة ملوك تخلينا نفكر ان كل ملك له مملكته. مملكة الانسان اللي تشغل ربنا هي داخله قبل اي حاجة، لان ربنا دايما كان بينبهنا الى الداخل مش الخارج، ان اعماق الواحد فينا ده ملكوت، دي دنيا جوه، افكار ومشاعر وحواس وعالم. هل الواحد فينا ملك في هذا الملكوت؟ ملك على افكاره، ملك على مشاعره، ملك على حواسه، ملك على طموحاته، ولا هو ملوش كلمة على الحاجات؟ ما هو الملك يمشي الدنيا ملك. فالشخص الروحاني يملك افكاره، ما يسيبش فكرة تمشي كده ولا كده. الشخص الروحي يملك مشاعره ويملك حواسه. اذا نحن لإلهنا ملوك، يعني بنملك لحسابه، فتبقى الافكار كلها بنخليها تسجد لربنا، والحواس كلها تخضع لربنا، والمشاعر كلها تخضع لربنا، فنبقى ملوك. العذراء في النبوات يتقال عليها ملكة او ابنة الملك. هل العذراء لما كانت على الارض كانت لابسة تاج وكانت ملكة وبيزفوها؟ ابدا، كانت غلبانة جدا. لكن كل مجد هذه الملكة فين؟ من داخل، ملكوتها جواها، ملكة
على كل أفكارها وعلى قلبها وعلى حواسها، كله ملك للمسيح. عشان كده يقول عنها سليمان الحكيم بالروح: أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. جنة أو ملكوت في بعض الترجمات، لأنها ملكة على قلبها وعلى داخلها وعلى أعمقها، جوه ملكوت، جوه جنة. هل الواحد فينا جواه جنة ربنا؟ يدخل ربنا كده يرتاح، يقول هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني اخترت. أنا برتاح في قلب فلان، ليه؟ كل أفكاره اتضاع وحب وتسبيح وعمل خير، كل مشاعره للناس، كل حواسه مقدسة، جنة مغلقة، ها هنا أسكن. فجعلنا ملوكا، أيوة احنا ملوك بس مش باين علينا لسه. كل ما نجاهد ونرتفع قدام ربنا نرث هذا الملكوت ونصير ملوكا معه ونملك أيضا معه. بنفس المعنى كهنة، كهنة ما لغتش ان المسيح اختار رسل واداهم مسؤوليات على الكنيسة. ما هو لو كن لكل الناس كهنة، طب ليه المسيح ميز الرسل؟ ليه اداهم سلطان خاص بالغفران؟ ليه قال لهم انتوا بالذات تعرفوا اسرار الملكوت بس الكلام مش لكل الناس؟ ليه هم اللي قادوا الكنيسة في الاول؟ ليه بقى هم بس اللي يعمدوا يدوا الروح القدس؟ واضح ان في وظيفة اسمها الكهنوت، في حاجة خاصة جوه الكنيسة، امتداد لسلطان المسيح من خلال الكهنوت. لكن الكل من منظور العهد القديم كهنة، بمعنى لو ده الهيكل بتاع سليمان زمان، كان حد فيكم يقدر يبص على الهيكل مفتوح؟ ابدا، محد. طيب كان ممكن الكاهن هو اللي ياكل الذبيحة بس؟ النهاردة ابونا يقدر يتناول لوحده؟ مش ممكن، ما كلنا بنتناول مع بعض، كلنا بنشترك في الذبيحة الواحدة، الأسقف والكاهن والشماس والشعب كله زي بعضه. ده معناه ايه؟ ان في العهد الجديد بلغة القديم صرنا كهنة. يعني ايه؟ اديك بتشارك في الذبيحة زيك زي الكاهن. وبعدين انت تقود الصلاة، انت بتصلي، مش محتاج دايما ان كهن اللي يصلي بس. بمعنى ايه؟ هل واحد فيكم ما يقدرش يصلي بينه وبين ربنا؟ ابدا، كل واحد بيقدر يقفل اوضته ويكلم ربنا ويقول له يا رب انت بتاعي، كانه قريب جدا منه وكانه زي اي كاهن في العهد القديم واحسن. في نفس الوقت كل واحد بيقدم ذبيحه. طب ايه الذبيحه اللي انت هتقدمها؟ شوفوا بقى معلمنا بولس الحكيم يقول ايه في رومية 12: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. طب لما واحدة ست تقف تقدم جسدها في العبادة ذبيحة، يعني بتقعد تسهر أو تصلي أو تصوم أو تتعب في الصلاة من أجل الله، كأنها قدمت جسدها ده ذبيحة. تنفع تبقى في نظر ربنا كاهن؟ طبعا تنفع، مش قدمت ذبيحة. هو مين اللي بيقدم ذبيحة مش كاهن؟ بس هل معنى كده انها تقف تقدس في القداس؟ لا، ده خلط في المواضيع. نحن كلنا كهنة من منظور الذبيحة العامة، كلنا كل واحد فينا بيقدم حياته ذبيحة لله، يبقى كل واحد كاهن من هذا المنظور. لكن مش كل واحد فينا رسول. حتى بولس قال كده: ألعل الجميع رسل؟ محدش قال ان الكل رسل، محدش قال ان الكل بطاركة ولا الكل أسقفة ولا الكل قصوص ولا الكل شمامسة، لا. ده سر خاص لتنظيم الكنيسة وده موضوع ثاني. لكن كلنا مشتركين في كهنوت المسيح، بمعنى ان احنا بنقدم حياتنا ذبيحة لله. حلو قوي. اننا كلنا بنكلم ربنا بدالة كدالة الكاهن، ايوه طبعا عندنا دالة، كلنا اولاد ربنا. ان كلنا واخدين المسحة، مسحة الروح القدس، فصرنا مكرسين لله زي اي كاهن في العهد القديم، ايوة دي مظبوطة برضه. فجعلنا ملوكا وكهنة، ده عز العهد الجديد. عشان كده في مفهوم مهم في العهد القديم، مش كل الشعب مكرس،
وإن كان ربنا كان بيحاول يقول لهم كلكم شعبي كلكم بتوعي، بس ما كلهمش التزموا. في العهد الجديد أوضح وأدق إن كل واحد من شعب الله مكرس لله، مخصص لله، ملك لله من راسه لرجليه. لأن واحد يقول معلش أنا ملياش في الحاجات دي أنا مش مكرس، لا أنت مكرس، أنت مكرس من ساعة ما تعمدت وخدت الميرون. عشان كده حتى في طقس الدهن المسحة بيرشم الشخص على كل أعضاء جسمه كختم، أنت مختوم في كل حتة من جسمك أنك ملك لله، حواسك كلها لله، أفكارك كلها لله، مشاعرك كلها لله. فخليك أمين لأنك أنت من البداية مخصص لله، ملك لله. قدسوا أجسادكم وأرواحكم وأنفسكم التي هي لله، هي من الأول ملك لله. جعلنا ملوكا وكهنا لله أبي. شوفوا حكمة الآية دي كمان، مين اللي نقلنا النقلة دي كلها من ناس عاديين نبقى ملوك وكهنة؟ ربنا يسوع المسيح هو اللي عمل النقلة دي، لأن هو الكاهن الحقيقي وهو ملك الملوك فيقدر يدينا الهبة دي كلنا. هو المسيح الحقيقي فيدينا كلنا نبقى مسحاء على حسب، يشركنا في إمكانياته. فجعلنا مثله ملوكا ومثله كهنة وهو يقدمنا إلى الله أبيه. فصرنا كهنة أمام الله أبي زي ما هو رئيس الكهنة الأعظم يشفع فينا قدام الله الآب. يعني إيه؟ المسيح له المجد، هو الملك صحيح، لكن لما تقروا سفر العبرانيين تلاقوا بولس عمال يستفيد في شرح كون المسيح كمان كاهن. طب ده المسيح أساسا ما كانش كاهن خالص في لغة اليهود، يعني حتى مولود من سبط يهوذا اللي ملوش في الكهنوت خالص، كان سبط الكهنوت لو مسيح اتولد من سبط يهوذا. لكن المسيح بدأ كهنوت جديد مختلف عن الكهنوت اليهودي خالص، ويمسح الكهنوت اليهودي خالص، على رتبة ملكي صادق، ملك السلام وملك البر. لأن المسيح قدم ذبيحة ولا ما قدمش؟ قدم ذبيحة، ذبيحة نفس على الصليب. فاللي يقدم ذبيحة يبقى كاهن. الذبيحة مقبولة؟ مقبولة طبعا، ده هي دي الذبيحة الوحيدة المقبولة من أول الظهور لآخرها. عشان كده في تأملات القديسين يقولوا المسيح له المجد بحكمة اختار الصليب بالذات. ليه؟ عشان يقدر يرفع ايديه ويبقى كاهن، وفي نفس اللحظة يبقى هو نفسه ايه؟ الذبيحة. فهمتوها؟ اي موتة تاني ما ينفعش يبقى واقف رفع ايده كده. فهو يقف عند الصليب او على الصليب ككاهن يرفع ذبيحة وهي نفس ذبيحة نفسه. عشان كده نقولها في اللحن، قدم ذاته، قدم ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب. فإذا جعلنا ملوكا وكهنة، ده المسيح اللي جعلنا لله أبي، له المجد والسلطان إلى أبد الأمين. للمسيح ولله الآب وللروح القدس كل مجد وسلطان إلى أبد الآباد. لما يقولوا أبد الآباد forever and ever، يعني بلا نهاية، من زمن إلى زمن، الحكام لهاش آخر. يعني كلمة أبد وحدها تعني بدون نهاية، بس لما يعدوها يؤكدوا على الحكاية أنه يبقى أبد الأبد، ظهر الظهور. الكلمة دي تعني اللا نهاية تامة. يبقى يوحنا استلقى الرسالة من ربنا يسوع المسيح اللي قال له أنا الكائن اللي كان واللي يكون واللي يأتي، أنا المسيح الشاهد الأمين، أنا البكر بين الأموات، أنا رئيس ملوك الأرض، أنا اللي عندي الروح القدس، سبعة أرواح أمام عرشي، أنا اللي حبيت البشرية وغسلتها بدمي، أنا اللي عملت كل ولادي ملوك وكهنة لله الآب. يبقى المسيح في أول سفر الرؤيا بيعمل إيه؟ بيعرفنا بنفسه. يبقى الرؤية دي من المسيح نفسه وهو اللي بيقدمها لنا. عشان كده أول كلمة فيها إيه؟ إعلان يسوع المسيح. المسيح يعلن عن نفسه ويعلن عن برنامجه، عن خطته. هيعمل إيه في الزمن؟ هتعمل إيه يا رب في البشرية؟
بعد ما جيت وفادتنا وصعبت، ها اللي جاي ايه بقى يا رب؟ هقول لكم، هو ده اعلان سفر الرؤيا. هو ذا يأتي مع السحاب. خلاصة السفر كله في سطرين الجايين. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. حتى دي مهم. يعني ملخص الكلام من الآخر، الإعلان ده بيقول إيه؟ بيقول المسيح والإله الحقيقي على عرشه هو اللي جه وحبنا وغسلنا وفدانا وقدسنا وسيأتي. يبقى احنا مستنينه يجي. وسيأتي على السحاب، ما قالش هيجي على الأرض تاني، ما قالش هيجي ماشي على الأرض تاني. دي نقطة مهمة من أول الرؤية بيقول كده، سيأتي على السحاب. طب واحد يقول طب ما يمكن ناس تشوفه وناس لا، أبدا، ستنظره كل عين. عشان كده يسوع لما كان يكلم تلاميذه يقول لهم هيقول لكم هو ذا هنا أو هناك ما تصدقوش. ليه؟ لأنه ستنظره كل عين. لو قالوا لك المسيح نزل جه في بلد فلسطين طبعا ما تصدقش، لو في الصين برضه ما تصدقش. ستنظره كل عين وهيجي على السحاب، لا هيجي على الارض تاني ماشي، ولا ناس هتشوفه وناس لا. الكلام ده مش مظبوط. هو وعد واعلان واضح، سياتي على السحاب وستنظره كل عين. والذين طعنوه، الذين طعنوه دول فات عليهم حوالي 70 سنة، هم لسه عايشين، لا اغلبهم مات. يعني الذين طعنوه كل العساكر بقى، يعني اللي حكموه واللي ضربوه واللي بهدلوه واللي صمروه واللي طعنوه، ما اللي طعنوا ده واحد، لكن كونوا يعممها كده مقصود دي كل اليهود والامم اللي افتروا في ربنا يسوع له المجد، كل دول هيشوفوه. دي تؤكد حاجه مهمه، انه حين ياتي على السحاب كل اللي ماتوا لازم يقوموا عشان يشوفوه، عشان اللي انكروه رفضوا الإيمان بيه ما عرفوش ما وراءه من ملك وعظمة، في اللحظة بيعرف. ستنظره كل عين، يعني إيه؟ يعني كل البشرية اللي رفضوا واللي قبلوا ستراه في مجده. هما ما شافوهوش في مجده، شافوه في ذله، شافوه مضروب وشافوه مهان وشافوه مظلوم وساكت. لازم يشوفوه في مجده، لازم. فستنظره كل عين وهو جاي على السحاب. هي دي شهوة قلب كل واحد، مستني الساعة دي أن تنظره كل عين. والذين طعنوه ساعتها يحصل إيه بقى؟ وينوح عليه جميع قبائل الأرض. ينوح ليه رب؟ هينوح بمعنى إيه هنا؟ ينوح عليه يعني هيصرخوا لما يشوفوه، لأن الغالبية رفضت. ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه. من جيل لجيل في ناس بترفض المسيح وتستهتر بالمسيح وتحتقر ربنا يسوع له كل المجد. كل اللي رفضوه والذين طعنوه في زمنه وقبله وبعده، كل دول ينوحوا عليه. نعم أمين، دي حقيقة، إن كل اللي رفضوا المسيح، كل اللي طعنوه، ممكن طعنوه تتعمم بمعنى ايه؟ كل واحد بيهاجم المسيح لغاية النهاردة، كل واحد بيرفض ربنا يسوع لغاية النهاردة، دول من اللي طعنوه برد، ما هو الطعن بسبب ده كله. كل الذين طعنوه فتنوح عليه كل قبائل الأرض، كل الأرضيين، كل اللي شغلتهم الدنيا، كل اللي لزقوا في الدنيا ومش راضين يبصوا على السماء، ينوحوا عليه. نعم أمين. هتلاقوا كلمة أمين كتير قوي في السفر. ليه؟ حقيقة، حقا، حقيقة. تقبلها ما تقبلهاش دي حقيقة، ما قبلتهاش هتشوفها في يوم من الأيام بعينيك، بس هتبقى اتأخرت. فأحسن تقول أمين، تقول أمين بمعنى أؤمن، أعترف، أقبل. هي حقيقة وده إعلان من المسيح صاحب الكل، صاحب الأرض والسماء، صاحب الزمن، الكائن والذي كان والذي يأتي. هو عارف كل حاجة وعارف بيعمل ايه. انا علي اقول امين، نعم امين. هو ناوي يعمل كده، خلاص امين. مش هقول له ليه ومش هقول له امتى، هقول له امين.
أنا هو الألف والياء. إحنا شفنا الألف ولسه الياء، عرفنا الألف شوية بس لسه ما عرفناش الياء. بمعنى إيه؟ المسيح هو أصل كل شيء، وهو أيضا مرجع كل شيء. أول الحكاية إيه؟ ربنا خلقنا، وآخر الحكاية إيه؟ ربنا هيدخلنا السماء ويقعد معانا إلى الأبد. أدينا مخلوقين وعارفين إن إحنا عايشين وبشر وفي دنيا و... طب لسه بقى بقية الياء، يا ترى المسيح شكله إيه؟ هنقعد في السماء نعمل إيه؟ بس اللي عنده الألف أول الحكاية وعنده الياء آخر الحكاية هو نفسه ربنا يسوع المسيح. هو اللي خلق آدم، وهو اللي هينتهي عنده كل البشرية. أنا هو الألف والياء. طبعا دي ليها تطبيق في حياتنا. خلي ربنا أولك وأخرك، خلي ربنا كلك. ما هو الألف والياء يعني إيه؟ يعني من الأول للآخر، يعني هو الكل في الكل، الكل في الكل. على الأقل عشان يبقى ربنا في حياتك هو الكل في الكل، ركز على بدايات الأمور ونهاياتها وخلي ربنا هو. أول يومك بتاع ربنا وآخر يومك بتاع ربنا، أول مشروعك بتاع ربنا وآخر مشروعك بتاع ربنا، أول كلامك ربنا وآخر كلامك ربنا، أول علاقاتك امسك في ربنا وآخر علاقاتك ما تسيبش ربنا. أنا هو الألف والياء، خليه أولك وآخرك، لأن هو أردت أو لم تريد الألف والياء. تفتكروا الناس اللي ناسي ربنا، ربنا مش ألفهم، ألفهم غصب عنهم، مش هو اللي خلقهم، مش هم ممسوكين في إيده، مش هو أصله الحكاية بتاعتهم برضو. قبلوا ولا ما قبلوش هي حقيقة، هو هو أمس واليوم إلى الأبد أبد. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، بداية كل شيء ربنا يسوع ونهاية كل شيء. القصة مهما طولت وبانت إن في ناس كتيرة دخل فيها، أنا اكتشف في الآخر هو الأول وهو الآخر. به كان كل شيء وبغيره لم ولن يكون شيء. يقول الرب الكائن تاني، والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. عشان يأكد لنا حكاية الأول والآخر قال لنا بفكركم تاني باسمه، هو الكائن. طب محدش بيان بيه، محدش مقدره، محدش بيتكلم معاه، بس هو الكائن، هو أصل كل الوجود، هو العامل في كل شيء، حتى لو الناس نسياه، حتى لو الناس نسياه. هو الكائن والذي كان والذي يأتي والقادر على كل شيء. فاللي بيقوله ده هو قده، لأنه قادر على كل شيء. فلو قال أنا جاي على السحاب يبقى جاي على السحاب. لو قال ستنظر كل عين، ما يجيش واحد يقول يا رب في حسبة بسيطة جمعنا أجيال العشر تلاف سنة الأخرانية أو كم سنة يعني، فلقينا أن الأرض ما تحتملش يقفوا جنب بعض عشان يتفرجوا على المنظر. يا سيدي هو القادر على كل شيء. يعني هو كان حد بيعرف بيعمل الدنيا ازاي؟ اذا كان المنظر صعب في التصور، ما تنساش انه هو ايه؟ القادر على كل شيء. اذا كان مخك مش قابله ده، يبقى ضعف في دماغك مش ضعف عند ربنا. هو قادر على كل شيء. بدل قال ستنظر كل عين، يبقى ستنظر كل عين. آخر آية، أنا يوحنا أخوكم وشريككم صديقة. يبقى واضح هو كده أدى المقدمة. بس يا جماعة المقدمة دي مهمة جدا. ليه؟ فيها ملخص سفر الرؤيا. مين اللي بيبعت لنا الرؤيا؟ المسيح. مين المسيح؟ عرفنا بنفسه، عمل معانا إيه؟ قال لنا هيعمل إيه؟ قال لنا. خلصت سفر الرؤيا. يبقى اللي مش عاوز يجي تاني أو خد ملخص سفر الرؤيا، أول إصحاح حط لنا كل حاجة، قال لنا مين المسيح اللي بعت الرؤية، وبعتها ليه، عمل إيه، وهيعمل إيه، واسمه إيه في السماء، وشكله إيه في السماء. هندخل في التفاصيل بقى، ده مجمل الأحداث، هندخل في التفاصيل. فيوحنا يرجع لثالث مرة يقول أنا يوحنا، اللي ما كانش بيرضى يقول اسمه خالص لا في الإنجيل ولا في الرسائل. بس الموضوع خطير، لازم يتعرف مين اللي استلقاه، مين اللي استقبل الرؤية ومدى صدقه
أنا يوحنا أخوكم، أنا واحد منكم، أنا مش ملاك عشان أشوف الكلام ده، أنا ربنا اداني وأنا أخوكم. طبعا هو بتركهم، لكن هو في الإنسانية أخوهم، هو بشر، مهما شاف من عظمة هو يوحنا أخونا وشريككم في الضيقة. يعني إيه؟ هو بعت رسائل البلاد وكنائس كلهم متضايقين في تجارب وألام، قال لهم وأنا كمان متجرب زيكم، أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. وفي ملكوت يسوع المسيح وصبر، أنا أخوكم وشارككم في الضيقة. ده العادي اللي باين، لكن في جنب تاني حلو، أنا كمان معاكم في ملكوت المسيح وفي صبر المسيح. الضيقة دي ربنا فرضها علينا كأولاده عشان نتعلم صبره، لأن المسيح ملكنا صبر على الضيق، له ملكوت وله صبر وله ضيق. احنا شركاء في ملكوته وفي صبره، في ملكوته وفي صليبه، لازم نعمل كده وكده. فيوحنا بينبهنا ما تزعجوش من كتر الضيق، ما تعترضوش على كل الضيقات والتجارب، لاننا شركاء في الضيق وفي الملكوت. فبلاش تقولوا مش عاوزين نشترك في الضيق، لحسن تقولوا مش عاوزين نشترك في الملكوت. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين. نكمل المرة